وسهلا فيكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب. كيفكم؟ اخباركم؟ طمنوني عنكم. الفيديو اليوم راح يكون وصفات التيك توك الغريبه. اوكي دقيقه، الوصفات مش غريبه، الوصفات مره تجنن، مره تحمس، مره لذيذ. فعسري على الحين مع بعض، راح نروح السوبر ماركت ونجيب كل الطلبات اللي ناقصتنا. توني وصلت السوبر ماركت، ببدا اخذ كل الاشياء اللي احتاجها، فيلا نبدا تسوق. نبدأ بالوصفة الأولى. الوصفة الأولى أكثر وصفة أنا متحمسات لها وشكلها مرة يجنن. راح نسوي تشيز كيك، بس تشيز كيك لونه أزرق، أتوقع كلكم شفتوه، تشيز كيك لونه أزرق وفي كده بلوبيري وأشياء لطيفة. راح نحتاج كريمة وجبنة كريمية هذه أو فيلادلفيا أو أي شيء، وأكيد بلوبيري وبسكوت للطبقة الأولى مع زبدة، وراح نحتاج جيلاتين عشان نسوي الطبقة الزرقاء الثابتة مع فهمتوا الازرق، بس تقدرون تستخدمون ملون طعام، مدري انتم على راحتكم، انا جبت هذه. خلاص كذا حطيت البسكوت والزبده هنا، والحين ببدا اطحنه واخليه كذا مفتت وناعم. صار جاهز، ريحته مره تجنن. كذا الطبقه الاولى صارت جاهزه معانا، وخلونا نجهز الطبقه الثانيه. راح نحتاج كوب كريم، واذا ما عندكم كريم حطوا دريم ويب عادي. وراح احط جبنه كريميه 12 حبة، راح اخذ شوية منها من الكريمة، الكمية هذه بخليها على جنب. والحين في نفس الخلاط بحط من هذا الملون الطعام او من العصير، فهمتوا اي شيء ازرق، راح احط كمية حلوة. راح احط شوية جيلاتين، شوفوا كيف صار لونه. اوكي انا ما بيصير ازرق واضح، اللون اللي بيكون واضح في الجيلاتين الشفاف. وبس كذا صار التشيز كيك نص جاهز. الحين بحطه في الثلاجة، بعدين بنحط اخر طبقة. حط العلبة كاملة، كمية الجيلاتين اللي بقيت يمكن ملعقتين بس. كذا زي ما انتم شايفين بدا يسخن، ما ابي يغلي. راح اصب البلوبيري بس كذا، هالكمية اللي كفت هذا معنا زايد، بحطه في الثلاجة واخليها يعني ترتاح ساعة نص ساعة ساعتين ما اعرف. بس برجع اجهز التشيز كيك الازرق حقنا، مرة يجنن مرة يشهي. شوفوا شكلها كيف يجنن ويشهي ومرة تحمس صراحة. انا مصدومة بالنتيجة، ما توقعت اللون الازرق بيطلع كذا ازرق حلو ولطيف، طعمه يجنن بس ما احسه تشيز كيك. راح اعطيه 7/10، يستاهل، شكله مره يجنن، شكله غريب، مش متعودين على الشكل هذا. ونفس الشيء تغيير بالبلوبيري، مره لذيذ وحلو، بس ما احس اني بكرره مره ثانيه. الوصفه هي انكم تجيبون مسحب البيك، وانا طلبته طبعا سبايسي، تاخذونه وتقطعونه مربعات نفس كذا او اصغر، وتقطعون البطاطس بعد معاه. بعد كذا تجيبون صحن او صينيه او اي شيء، انا راح استخدم بدر، تحطون الاشياء اللي قطعتوها كاملة، تضيفون عليها سلطة الملفوف، تحطون صوص الكوكتيل، تحطون بعد الكاتشب. كيف صار؟ مرة يحمس، وصراحة ودي أكلها كذا بالملعقة، مرة تحمس ومرة تشهي. صارت جاهزة إنه نحشيها. سمبوسة عادية تحشونها حشوة عادية جدا كذا، بس اني كثرت الحشوة، بس احبها تكون كذا. شوفوها
بس كده صارت جاهزة، بحط عليها زبدة، انتو حطوا عليها اي شيء ثاني، بحرش عليها زبدة وحطها بالفرن. يلا الحين جاهزت معانا سمبوسة البيت، مرة متحمسة اجربها، في يلا نجربها مع بعض. شوفونا سويتها في الفرن، صار شكلها مرة حلو وصحي. بسم الله ابي هذه، شكلها مرة يحمس. طعمها مرة يجنن صراحة، طعمها مرة يجنن واختراع ومرة لذيذة وكذا، بما اني انا اكلتها في الفرن صارت كذا مرة صحية وتجنن صراحة، تفوز على اي سمبوسة قدقتها في حياتي، مرة حلوة مرة تجنن، اعطيها 10 من 10. وصلنا للوصفة رقم 3، الوصفة هذه مرة متحمسة لها، مرة تجنن، احس الوصفات اليوم كلهم احلى من بعض، كلهم كذا فيهم اكل واكل مرة لذيذ. الوصفة كالاتي، راح ناخذ مجموعة كذا من يعني دخلتكم في الكيسة، تاخذون مجموعة تحطونها في الصاج، تخلونها على شكل دائرة، تخلونها على النار تذوب، بعدين اذا ذابت تحطون خيار مخلل اوكي وشيبس تشيتوس حار نار ليز اي شيبس تحبونه تحطونه. جبت الشيبس هذا، فيلا نبدا. انا كثرت الوصفه قليله بس لا انا ابي بطاطس كثيره. واو قاعد تضبط قاعد تضبط، ليش حسيتها ما بتضبط؟ بس احس اني كثرت الحشوه كالعاده اوكي، بس لا لازم تضبط. بسم الله بسم الله، ترى انا عندي مشكله ما احب احط حشوه قليله، وانقهر حتى من المطاعم تسوي حشوه قليله. يس لا لا قاعد تضبط قاعد تضبط كفايه، لا 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 قاعد تضبط. يلا جيب صحن حطها فيه كذا. بسم الله، طعمها مره يجنن، ما توقعتها كذا ابدا، ما توقع طعمها كذا مره يجنن. الجبن واضح انه جبن 100%، الخيار مش واضح، البطاطس مش واضح، بس صاير ميكس مره يجنن، جدا حلو اختراع بالذات للناس اللي ما يقدرون ياكلون خبز، مره يجنن مره لذيذه. الوصفة هذه صراحة مرة جنن وأعطيها 10 من 10 وأرجع أعيدها، بس ترون فيها كمية ملح وكمية سبايسي كبيرة، فما تصح شيء يومي، سناكات في الويكند مرة جنن. وصلنا الحين للوصفة الرابعة، الوصفة الرابعة شوفوا أتوقع الكل شافها، هي ترند الحلاوة مع الآيس كريم، تعرفون حلاوة رولا اللي تكون نفس المربعة، هي تجي زي الرولا، أنت تفتحونها مربعة نفس فكرة الجيلاتين، بعدين تحطون داخلها الآيس كريم، بعدين تاكلونها تصير مقرمشة ومرة تجنن، كل اللي جربوها يقولون طعمها مرة حلو وصادم مش متوقعينه، بس أنا ما لقيت الحلاوة حقت رولا، الحلاوة لفيت عليها كل السوبر ماركت اللي موجودة في الحسا ما حصلتها، بس جت على بالي فكرة لأنه من جد أبي أجربها، قلت بجيب نفس الجيلاتين الخام هذا أذوبه، أفرده زي المربعة، بعدين أخليه يجمد يبرد ويجمد، بعدين أحط داخل الآيس كريم، فخلونا نجربها، إذا ضبطت أوكي أحسب تضبط، يلا نبدأ. شوفوا سويته على النار للاسف، اوكي ذابت بس طلعت زي المحروقه، يعني في قطع كذا يعني كشكل مره سيء، بس كذوبان يعني ذا شكله مره مش حلو وكذا محروق. تجربه ثانيه اللي راح احطهم، هذه بديت اذوبها، راح اصفهم كذا واحطهم في الميكروويف واجرب اشوف يضبط ولا لا. يبدو ان طريقه الميكروويف نجحت وكيف ذاب وشكله جدا حلو ومره يحمس ان نجربه، بخلي بس كذا يذوب يفتر شويه واحاول افكه من ورق الزبده. خلينا نفك هذا، بسم الله. شوفوا نفس، بس هنا احس بس اكثر لانه من هنا انحف، من هنا صاير اسمك. الحين ابدا احط عليه الايس كريم اللي جبته. شوفوا كيف صار شكله، مرة يجنن ونجحت الطريقة صراحة، مرة مبسوطة، فيلا نجربه الحين. طعمه مرة يجنن، صاير حالي حامض يشبه الموتشي، أقرب شيء للموتشي. جهات وأماكن طعمها مرة يجنن
واكلها لذيذ، بس جهات كانت مش ضابطه وصايره مره سميكه. بس اتخيله مع النوعيه الاصليه بيطلع مره يجنن، ويكلم موتشي صراحه كان ياكل موتشي. راح اعطيه 6/10 لانه جهات تجنن وجهات شويه سميكه، بس كطعم مره حلو. وصلنا الوصفة رقم 4. الوصفة انكم تطبخون اندومي عادي، تحطون بهاراتها، تسوون كل شيء تبون تسوونه، بس اهم شيء ما تكون مرقة، تكون شوية ناشفة. بعدين اذا خلصت صبونها في التشيتوس وتاكلونها، احسن مرة تجنن ولذيذة. يلا نبدأ. بس خلاص كذا شوفوا الاندومي صارت جاهزة وشكلها مرة يشهي. عصرت عليها ليمون، ريحتها مرة جميلة. الحين نبدأ نحضر وصفتنا الرابعة. وصفة مرة تسيل الريق وأحسها بتفوز، مرة تشهي. خلوني أذوقها معاكم على السريع، بس تدرون قاعد يجي ببالي شيء قبل ما أذوقها. في وصفة من وصفات التيك توك اللي صارت ترند بالذات في الشهر هذا، اللي هي فمتو مع سيفناب مع فواكه، مع يعني بلوبيري بلاك بيري، عرفتوا الأشياء هذه، مع ثلج مع نعناع، في وصفة تجنن اللي هي الوصفة الخامسة. باكل نقمة بس واحدة وراح اسوي الوصفة الخامسة معاكم وناكلهم كذا مع بعض. بسم الله. واو واو، طعم يجنن، مرة يجنن. ما توقعت انه تشيتوس بيضل مقرمش كذا. راح نحتاج الوصفة ثلج بكمية حلوة، وراح نحتاج فواكه مشكلة. حطوا انتم فواكه متوفرة عندكم. انا اللي شفته بلوبري، بس انا عندي اشياء كثيره فقلت خلاص. شريحه او شريحتين ليمون، المفروض تفهمتوا اول ولا هذا اول، ما اعرف، بس خلاص كله في الاخير راح ينخلط. وبس كذا خلصنا الوصفة الرابعة. ومرة ما أقاوم وصفات المهيت وزاد وصفات الأندومي مع تشيتوس حرار، حسن مرة جنن. وصلنا الحين للوصفة السادسة والأخيرة. الوصفة السادسة والأخيرة مرة سهلة، وأحسها مش وصفة يعني تنأكل، هي وصفة تزيين. يعني تجون زينون كيكة، تبون تكتبون عليها، تسوون شكل. وصفة ممتعة، مرة تحمس ومرة سهلة. المكونات اللي راح نحتاجها في وصفتنا: موية بدرجة الغليان وموية باردة تجميد. تاخذون لوح شوكولاتة زي كذا تحطونه داخل الموية المغلية. الشوكولاتة صارت مرة سايحة. الحين راح اخذ هنا اسوي فتحة صغيرة واكتب على الثلج. لا ان شاء الله انه يطلع صح. مفروض انها تجمد، مفروض اني اقدر اشيلها. اوكي تمام، يس فتحت. اوكي زهرة ولا ما هي بزهرة؟ صخر ابيض. خلي اقربكم. زهرة مو زهرة، خرابيط. شوفوا احسها صايرة خرابيط، مش صايرة زهرة واضحة. احس اني ابي اعيدها، عندي شوكولاتة كثير فراح اعيدها. ابي اكتب زهرة واضحة. يس هذا ال A ال H وال R وال A. خلاص انا الاسم اللي شكله يمكن يكون فيه مشكلة. لا شوف الحين اوضح، شوف الحين اسمي اوضح صح؟ شوية مش اوضح بس اوكي. احس كذا احسن لي من الكتابة صح؟ كذا تحطونه على حواف الكيكة، مرة جن الحركة صح؟ عجبتني هذه، اعطيها عشرة. وبس حبايبي كذا وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يا رب الفيديو عجبتكم الوصفات. لا تنسون حطوا لايك، اشتركوا في القناة، احبكم، اشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. مع السلامة.